أهلا بكم في موجز الأخبار في دقيقة. وفيه قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض هربرت رامند ماكماستر إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن استراتيجية أمنية جديدة يوم الاثنين المقبل. وجهت محكمة في نيويورك تهمة الإرهاب إلى منفذ التفجير في منطقة منهاتن الاثنين عقائد الله من أصول بنغلاديشية، تهم تقديم الدعم المادي لتنظيم إرهابي أجنبي وتنفيذ تفجير في موقع شعبي وتدمير الممتلكات باستخدام المتفجرات. قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا شدته 6.2 درجة ضرب شرقي إيران بالقرب من مدينة كرمان. أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه متفائل بالعام 2018 اقتصاديا، وأن متغيرات العام ستكون محصلتها إيجابية لدولة الإمارات لأنها الأكثر استعدادا سياسيا واقتصاديا وعلميا. ذكرت شركة تويتر أنها ستضيف زرين من شأنهما أن يسمح للمستخدمين برؤية وإضافة تغريدات جديدة لأخرى موجودة بالفعل على نفس الموضوع بشكل أيسر.